السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديفلوبر هي منصة تقدر تربط بيها بين الأقسام المختلفة للمشروع، سواء من تكلفة، سواء من بيم، سواء سبلاي تشين، سواء من كوست كنترول، سواء الأصول بتاعتك بتبدأ تشوفها. فلو احنا دخلنا مثلا على البلانينج، بيطلب مني الاسم والباسورد، ببدأ أختار المشروع اللي أنا عايزه. من ضمن الحاجات القوية في البرنامج إن أنت تقدر تعمل إمبورت وإكسبورت للملفات بتاعتك، سواء مثلا للبروماتيرا أو للـ MS بروجكت. يعني تلاقي الملف هو تقدر تصدره للبروماتيرا أو لمايكروسوفت بروجكت XML، وبعد كده تقدر في أي وقت تعمل لهم إمبورت للملفات ديت. ففي انتجريشن بين الاثنين، يعني بتستفاد بكل المعلومات اللي عندك اللي انت عملتها قبل كده، ولو في اي وقت حبيت ان انت تاخد المعلومات من الزي بيلدر وتدخله هناك مفيش اي مشكله خالص. وتقدر تيجي هنا تقول له اديت للبروجكت بتاعك، فبتدي له الكود بتاعه، بتدي له اسم معين، ابروفد بالبروجكت مانجر مين، فتقدر تختار التكنيكال اوفيسر مانجر، تقدر تختار برضو الكونتراكت تايب، البيل اونر، الكونسلتنت، الديوريشن كم يوم، كم يوم عمل بيتخصم منهم ايام الاجازات. وبعد كده عندك تاريخ البداية وتاريخ النهاية، هم اوتوماتيك اول ما تعدل فيه بيتعدل فيه الارقام اللي فوق بالشكل دوت زي ما شفت، تعدل اوتوماتيك. وعدلت هنا هتعدل برضو هنا. وعندك بعد كده الـ Data Date، الـ Actual Start Date، الـ Actual End Date، والـ Week End. ممكن تخلي مثلا Friday أو Saturday زي ما أنت عايز، ممكن تحط بقى صورة للمشروع، ممكن تكتب الملحوظات اللي أنت عايزها عن المشروع دوت.